السلام عليكم حبايب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كي جاكم هذا المنظر، هذا الورد اللي وراي، هالطبيعه الخلابه، صراحه واحد الجو واعر. مسحبه اليوم، درت دابا جلسه الراديه خدامه، كتحتاج هذه كنقولها العقيفه باش تديها للحواله، تبارك الله. وفي هذا الورد هذه عندي فوق الدار، حنا اصلا حدا الدار ديالي. دابا ان شاء الله يا ربي عندكم واحد الطريقه، اللي عنده شي طاجين محروق، اللي عنده شي كوكوت محروقه، خصوصا طواجن. عندي واحد الطاجين وقيلا شي 7 سنين ولا 8 سنين، هيدا وقيلا ما تقشر قديم، عرفت كيفاش هو اللي كتسفافر كامله فيه. جرس واحد قبيلاتي وخرج كيشعل كيشعل. الو شنو؟ لا المطحانه واجيب داك الشيء اللي قلت لك كامل. نوريكم في انا هالدار، ها صراحه الجو واعر، شفت هذا المنظر كيحمق، خصوصا هذا الربيع هنا. الله عاطي واحد المنظر فوق الدار كيحمق. شوف منظر الجلسه هنا، وتشوفوا الطاجين، والله الا الطاجين عنده واقيلا عنده شي اكثر من 7 سنين ولا 8 سنين. يعني كانت عندي ماريا بقى صغيره كيف كتشوفوا من هنا، يعني كنت كنقلي فيه الفريت. دابا غنوريكم دابا كيفاش غنشعل البوطه اللي بغى يعمل الكانون ولا البوطه فوق هذه. كما دابا نشعل البوطه وغنحطوا هيدا عليها ونخليه قوي تما كيحمى كيسخن، وهذا الشيء هذا كيبقى كيطبطق بوحديته، نخليه حتى يحمى ونرجع معاكم. انا دابا من بعد ما حكيته كامل كما كتشوفوا ما بقى فيه والو، حيت كل منو كلشي العجين اللي كيشيل الكبير كله تحيد، حتى من داخل عملينا او حكيته. دابا مازال لي فين مازال لك؟ مازال لي شنو مازال؟ اجي ادب، جبت هنا الخميره ديال الخبز، انا عمل عليها الخل، خميرة الخبز هذا تبدل ليها الخليه. آه. مازال لي تبقى لي عنتينا تبدل لها هضره. مازال واه انتينا كاين ما بدلش دابا الهضره. كنقول لي اللي كنكون مثلا بعض المرات كنهضر كتقول لي انتينا بقيت كتبدل الهضره، كتهضر بالهضره الداخليه. نقول لها انتينا بقيت كنهضر ساعه ساعه بالهضره الداخليه. انا ما نقول لكم اخوتي، قال لي لا انا ما كنهضرش. دابا كنقول مازال، مازال شكون يقول لك؟ كيقولوا الداخليه، احنا الشامل كنقولوا عاود باقي. والله على خاصك عاود انتينا تهضر بيا، انت حصلتي. ما نكذبش عليكم، انا الصراحه الهضره الداخليه كيعجبني نهضر بيا. هذه الخميره تحيد الكحوله. هذه الخميره عند هنا من الاحسن نخلي الطاجين حتى يبرد، وعند هنا الخميره انا دهنته هو مازال سخون كما كتشوفوا. علاش دهنته هو مازال سخون؟ حيت غنحكو دابا. نتوما تحبي هذيك شي رجعتيها؟ هذه كانت بحال هذيك، حيت كان عندي شهر عجيب. والله الا انا ملي شفت هذه خلي، واش هذه اللي كالمحروقه؟ بقيت عنبهر، قلت له واش هذه اللي كالمحروقه؟ اللي كالمحروقه جيت من القبيله البرطه حكيت هذه، بقيت كنشوف. انتما ملي تقشروا عملوا الخميره باش وخليوها على الاقل ساعه المكانه، وعدوا روحكوا عملوا الخميره وهي بارده والطاجين بارد، باش ديك الخميره كيبقى المفعول ديالها كيبقى المفعول ديالها. انا بغيت نحك دابا كلشي دابا ونوض ندخل مره واحده بلاش ما نقيل، يعني نخليها ساعه المكانه نحك. دابا نقول الخميره هي اللي كتعطيه اللمعان. إيه الخميره ما بقاتش خدامه في الحلوه والخبز ولا خدامه في الطواجن. لا الخميره كتساعد شويه. حصلتي. غنقرا التعليق ديالكم وغنحطهم لكم هنا، انتما غتشوفوهم دابا. طوب عليك ويصال، انا من المتابعين ديالك، والوصفات اللي كتشاركيهم معنا كنديرهم انا وماما، وتبارك الله عليك وانا كتعجبني بزاف. اختي ويصال معك ليلى من فاس، اللي متفق معايا يدير لايك. لايك لاختي ليلى، وشكرا اختي ليلى، وتحياتنا للناس ديال فاس. يوسف اليافعي، هذه المرأة وزوجها وبناتها طيبين كثير وتفيدنا كثير، ربي يحفظهم، متابعين من اليمن. شكرا اخو يوسف، وتحياتنا لاهل اليمن. سمر ويصال اختي، حاولي على راسك شويه، هذا الشيء بزاف ما كتجلسيش اختي، حاولي على صحتك، راه نهار تخطاك حتى واحد ما يهزك. والله العظيم اختي، والله اللي شاهد عليا دابا تجيو نسولها حداكم وتسمعوا. والله الا كان عيا عليك كنقول عطي الراحه لراسك واحد شويه وارتاح، حاول ما تبقاش بزاف. قول لي انا كيعجبني نتحرك، خلي اهم حاجه عندي انا هي الصحيحه للوليدات ديالي والزوجه. الا كانت عندك الزوجه مرضيه وصالحه، راه بحال عندك كنز في الدار، يعني خصك امان، خصك تحتفر عليها باش ما تهلكش. دغيا حكيمه، تبارك الرحمن عليك يا ويصال، امراه ونصف
ربي يهني بك عالي ويحفظك تحية من الجزائر والمرأة الساجية تتعاون على كل شيء ماشي غير جيب جيب ما شاء الله عليك وما شاء الله حتى انتين عليك أختي حكيمة شكرا بزاف وتحياتنا للناس ديال الجزائر خاوة خاوة ديما كنحبوكم حتى للموت منى تبارك الله عليك ويصل مسيرة موفقة إن شاء الله تحية من الحجر المنزلي في جزيرة كورسيكا تحياتنا لأختنا منى اللي في جزيرة كورسيكا في الحجر الصحي في المنزل ديالهم هي والأبناء ديالها والعائلة شكرا بارك الله فيك حلويات بلادي امرأة ونص ما شاء الله أنا نموت على البادية والتواضع يكون الزواج على احترام والثقة وأهم حاجة المفاهمة مع عائلة الزوج اللي فقدناها في هذا الزمن عندك الصح مع الأسف بزاف الناس كنشوفوهم فقدوا هذا الشيء هذا في العائلة يعني فما بقاش ديك المفاهمة مع العائلة وكتلقى أغلبية النساء الزوجة ما متفهماش مع الأم ديال الزوج ديالها وخوتو الراجل وكاين واحد النزاع واحد المشاكل بزاف بزاف وقعت شي ماشي 50% غير 75% اللي كاينه أغلبية أهم حاجة كما ذكرتي في هذه النقطة خص الإنسان يكون متفاهم التفاهم والصبر راه الصبر هو مفتاح الفرج إلا ما كاينش الصبر أخوتي ما كاين والو خصوصا من المرأة إلا كانت مع الأم ديال الراجل ديالها وخوتو ما كانتش كتصبر ودير عين شافت وعين ما شافت والله لا جلست إنسان خصو يعتبر ديك البنت الناس اللي في داره مع ولدهم حالة بحال بنتهم شي هذيك بنت الناس المرأة بنتك عطيها العصير وتعدى عليها وشعلة مع الراجل ديال وبنتك قل لها بنتي الحبيبة ودرعها دور الطاجي باقي في شي حاجة قليلة شي حاجة قليلة مع هو قديم عنده نقول لكم شي 7 سنين ولا 8 سنين دابا ما تحكى على اسكت اسكت لا قول لي مشي بلاش يقول عنده 7 سنين وقينا هذو الجدو في الطاجين اسكت لا قول لي مشي واحد عنده قديم اي واحد هذا الطاجين قديم قالوا ديال راسي الطاجين عند منع 7 سنين وباقينا وجدوه فيه واش ما عندكمش الفلوس باش تشريو الطاجين بعدا كديك الصغيور حتى هو بحال كنا شريناها مره شي تخوت عذبني واحد شويه ولكن ما خليتوش الخميره يعني تبقى في هذيك الساعه تما قالا باش داغيه كيدوب كيسهل انا خصني داغيه نسالي باش ما ندخل مره واحده قرات بزاف في التعليقات دابا شي بنت ويصل كيسحب المنا معدي عليك يقولوا لي خوف على ويصل شويه من الشقه فين هو الشقه سمع كتقول لكم داك الشيء اللي كنعمل كيف والو ما كيجي مزال كيقول لك هذا الصراحه 30 سنه الراجل عيط تقلب علي الا تقلب عليا نجيبه نأيد والله العظيم الا مزيزه وصحيح تبارك الله عليها هي دابا عندها الشغل اللي كتمارس الرياضه ودابا قولوا لي خيله دابا الا ما ودتوش في الدار واخا يعني ما كلمش شي حاجه ان هي مستحيله من غير كان موجود في الدار كنحمي في الفرن حمي في الفرن بقيت كنحمي من كان عندي 10 سنين 11 سنه كنت كنحمي في الفرن يعني اي واحد عنده عادي القضيه حنا عندنا هنا ويصل عند الفرن بحال الكوزينه دي بحال اللي كنحمي في الفران كنحمي في الفرن بالعكس وانا كنرتاح في الفرن اكثر من الفران يلا سمع واش باش ما تردش اللومه عليا لا بصح والله في الفرن يعني كنحمي مره واحده كنحمي الفرن مره واحده وكنطرح فيها 15 الخبز ولا واش كنقول لك ارتاح وعطي الراحه لراسك ولا لا الله لا كيقولها كيقول لي قال لك حد نوض وانا كنقول لا خليني نصور خلي ضروري خصني نشارك معكم اليوميات ديالي الناس اللي كيقولوا لنا نتوما مجموعين وراك باش تكونوا عارفين راه معايا اللوسه ديالي هي استاذ ولاده عاد خالتي ورانيا رحنا هودنا قبل الحج الصحي من جينا من عمره هودنا من جاو ما كاين طاكسيات اللي عيطلعوا ما كاين والو وحنا عيط الزنقه صافي وبقاو حاصلين هنا شحال نعملوا نجريو عليه وحنا في الزنقه ضروري ما كناكلوا وحنا كناكلوا مره كان اللي جا عندنا ما نجريو حتى على واحد الصراحه ما والحمد لله عندنا اتساع عندنا كما كتشوفوا عندنا جد البيوت في السطاح عندنا هنا عود البيوت لتحت جد البيوت والصالون الحمد لله يعني عندنا اتساع نضم قسموها بيسك واحد يبقى مزود في بيته الحمد لله يا ربي من وقعت شي وحنا يعني كاينين في البلاد هذه كنحمد الله وكنشكر عليها يعني من الحمد لله من اللي ما حصلنا شي في المدينة والله على تجمع معك هالقوم الجاوي صن ماشي عاد جمعي واه بارك الله منوره فكرتني في واحد التعليق دو وحده قالت لي مصل دائما كنلبس البيض ودابا يقولوا لي خايله ودابا نتوما يعني ومال البيض المتتبعين ديالي من الاوائل اللي كيعرفوا ويصل عمركم شفتوا ويصل قليل في القالب جبر عندي شي شان في شي لون من غير الكحل واخا نكون لابسه اللي كنت لابسه دابا صافي صافي عزيز عليا الكحل انا الكحل عندي في الدم راه اغلبيه الحوايج اللي عندي في الكحل لا تصح المرايا وكلشي كحل مشيت تجري حاس طيل ديال الماسير والله الا الشاده بدا جري جري جرو ليك الزرع انتنا اشرف يلا نوض اشرف يلا نطلعوا للسطح نشموا هذيك الزرعه يلا يلا جري دغيا يلا نوض دغيا ايوا القره والله طمه برا عندنا هذا الضحى لك والله طمه برا عندي يلا يوه
الا خليناه وطاحت عليه الشتا بحالي ما عملنا والو. كنا غسلناه الله كيفاش. صلاة بطاطا عند محمد المره ديال الجماع مع هام العدس طاحت. شنو هذا عندكم هذا؟ شنو ما؟ هذا شنو؟ هذيك المخده انا عند اخ الاداب. بنتي تينا خرجتي هذا المخاض اللي ضرب فيها الهواء. هذا الزبل كان عندنا في السطح. شنو هذا؟ هذا الزبل كان عندنا في السطح، السطح المعمر بالزبل وما سيبوهش العيال. هنوما بنسيبه في الزبل. الفوطه اللي ما سيبه. أنا ديك الفوطه. الله يلين سيدهم وماشي بين في يدي. ماشي بين سيبه مع الزبل. شنو الزبل الحفرة عندي الحفرة الزبل حفرتها بعيدة بالعاني بعد تاع الدار باش من تكون بعيدة علينا ما تكون ريحة عندنا مع الدار ما والو. محمد ماشي يغطي والعدس ثلاث ايام تزيد لي دابا خاص كل شيء ديال زلي وحده مره واحده المره لو كل شيء عنوسه خلاص عاد شويه علينا اش داك هذا الدواء كيقول لها عاد شويه علينا حيت ما رانيش من عوره هاي قال بهذه يا راس الحبيب انا كتقاتل انت مع راسك ما انا كتقاتل معاه جيج دحا شكون القلم انا كتقاتل مع راسك انا شي اللي نقول لكم يلا نقول لكم ويصل ديما هذا قول لها شي حاجه تقول لي لا رد لي كلشي ما كاين والو ولا ما كاينش شي ما نقول لها بزاف عليك نقول لي عجوج دحا شكون يلا يلا تبقي معاها المراه عباد الله تبقوا معاها اللي عطى الله هي هذه المراه ما تكون مرضيه تكون مرضيه تبارك الله الشتيوه بدات خفيفه تبارك الله الشتيوه بدات خفيفه مزيانه الفرنه بالزنك هي كتدخل البيت ديالك باش غدا ان شاء الله غنحميه يلاه اليوم جاب لي الطحين كانت كنت غنحميها العشيه ولكن الطحين تقاضى مربى اليوم قلنا بيتزا وانا كنت باش نشوف ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا دخلت من بعد ما دخلت العواد دابا الشتيوه بدات ان شاء الله يا ربي دابا غندخلوا في حنا المغرب ادنات ندخلوا ان شاء الله ربي نصليو كنبغيكم بزاف وبسلامة عليكم وما تنساوش تدعموا زين تشاركوا في القناه وتبارطاجيو في الفيديوهات ايوا ها مريم كتصور ونتمنى من الله يكون عجبكم الطريقه حتى راضيه قالت لي وتقولش هذاك اللي الطاج ديالك اللي قلك حلقت له هو هذا قطي حتى انا اللي عندي انا نعمل له وايدك هادشي اللي كاين يلاه السلام عليكم وتهلاو في رزقكم.